السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم في قناة مجيد، هنا حيث نشرد التاريخ وتروى القصص. فبسم الله نبدأ. في هذا المقطع التشويقي ودي أعطيكم نبذة بسيطة عن قناة مجيد، سواء هنا في التيك توك أو في الإنستغرام. حنشرد لكم قصص من التاريخ، قصص الأنبياء وقصص العرب وغيرها الكثير، نخرج فيها بفوائد وعبر. لا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات حتى يصلكم جديد هذه القناة. والسلام عليكم.